على كل شيء، على كل شيء الناس تحسدني وانا ما عايش براحة. انا اللي ما تدري بي الناس شم خنجر غز اصفاح، وانا اللي ما ادري شو مسوي على كل شيء الواد متلوم. اجيهم شايل الضحكة وترد وروحي مظلوم. يا مساء الخير والسعادة والمحبة عليكم احبتي مشاهدي قناة سمراء الفضائية، كل الهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج توارد. اليوم دائما الابداع، اذا نحاول انه نبحث عن الابداع فاكيد نبحث عن صادق الجهلاوي المبدع والحبيب. نورت كل الهلا بيك، نورك الله يعزك، حياك الله، بيك اكثر، مشتاقين لك، تدول قلبك، احنا الاشوق الغالي. تاخرت عليك انا؟ لا بالعكس. ها؟ لا لا والله انت من الاسماء اللي بصراحه ضامهم للمواقف. الله يعزك، الله يسلمك. وانت شاعر مبدع وراقي جدا. شهاده احتز بيها ابو حيدر الغالي، الله يحفظك. سولف لي على مدينتك الحبيبه. مدينتي هي بكل شيء حلوه، اي الناصريه بصوره عامه، الام اللي تحتوي ناصرية عظيمة بكل شيء. بالفعل كل شيء عظيم. بالفعل فأنا من حسن حظي أن ولدت بهاي المدينة. والله مدينة كبيرة وناسها طيبين وشعراها مبدعين. جاي أشوف الناصرية بها كم ونوع من الشعراء. نعم، مو فقط كم، ولكن لا لا. أكو نوعية نادرة جدا، ازدحام. اي ازدحام شعر في الناصرية. الدليل أنه يمكن أكثر محافظة شرفوا برنامج توارد هم الناصرية. الله يسلمك. اي لانه بصراحة مبدعين، يعني من تجي على اسماء المهمة فما ممكن انه تقدر تتجاهل الناصرية. انت استاذ اثير، انت دائما تبحث عن المبدع، تبحث عن الشعر الحقيقي. بالفعل فهذه خطوة تنحسب لك. يعني الله يحفظك. الله يا حبيبي، الله يعزك. الساعة بالثنتين شبيهة. ها سولف لي علي الساعة بالثنتين، هذا القصيدة اللي اعتقد لها فضل كبير عليك. شيء اكيد هي كانت من القصائد اللي اعتبرهن بصمه، يعني انتقاله. نعم. ما بعد الانقطاع، لان انا سابقا انقطعت من الوسط من 2008 ل 2012 تقريبا 2013. فكانت بدايه انطلاقه يعني هذه القصيده بموقف معين بحادثه. هذا الموقف حقيقي؟ اي نعم. اي حقيقي. نعم. ها. نعم حقيقي. اي نعم. طيب ما يعني شويه تحذرت انه تدخل بهيش موضوع؟ والله شوف، هي يعني انا انت متزوج، يعني ممكن يدخلك. نعم. بحراج. نعم. يدخلك. نعم. نعم قلت لك انا الموضوع هذا فارقت، قلت لك يعني انقطاع من الساحه تقريبا ما يقارب 5 سنوات. نعم. فمن كتبت هذه القصيده على هذا الموقف المعين. نعم. ضميتها، ما قريتها لان مو لوني. اه فمن رجعت وطلعت، يعني طلعت بالصدفه القصيده، ما طلعت يعني بمهرجان ضخم او فد شيء. يعني قلت انا وين شنيت الوسط، وين صاير الناس، الجمهور ايش مختلف. توفقت. فكانت قلت لك كان توفيق بها، الحمد لله والشكر. الحمد لله، انت تستاهل. الله يعزك. واليوم عندي سؤال في هواي وياك. انا بخدمتك. أي. اليوم حاطنا تحت المطرح. انا ارجع انه مثلا خلي ارجع لك موضوع انقطاعك. نعم. لفتره. والله. وبعدين رجعت قلت انا ما اريد انزل مستوى قصيدتي للشارع. لا هو مو بهالاساس هذا، لان انا من انقطعت من بعد نجوم الشعر كان 2008. اي يعني ورا المسابقه، فتقدر تقول خيبة أمل، لأن أنا طلعت بالمرحلة الرابعة كان بوقتها. وليش خيبة أمل يعني؟ والله هي كان مرحلة يعني رابعة يعني حلو. لا واصل مرحلة. لا لا حلو، كلش حلو، وبال يعني بالأخص كانت اللجنة منصفة، يعني العلم يعني المسابقة اللي أخذها أعتقد إيهاب المالكي. إي نعم نعم. ألف تحية. أبو حيدر تحياتنا له. فقلت لك بس مرات يكون انكسار بداخلك وأنت بعدك يعني بداية مشوارك، مو تقول مثلا أنت ماشي مسير بهذا المجال. احنا بعدنا بذاك الوقت، كنا انا طلعت 2005 وشاركت بهاي المسابقه قبل 2008 اعتقد، فمو مو ما عندك ذاك المجال يعني اللي ماشي فيه حتى. نعم. ما تشكل عندك فد شيء بداخلك. فانقطعت. تاثرت يعني اثرت بداخلي،
بالإضافة أنه انتقال عملي وكذا، فما ما كملت. أنت بالشطرة؟ إي نعم. والنعم والله. الله يعزك. والله مبدعين. فدوى لقلبك الله يسلمك. خلينا نسمع الفويز الصوتي، نشوف شو محضرين لك. أنت تتحملنا ها؟ لا أنا كلي لكم. يلا. يقال أن صادق الجهلاوي لا يحترم التجارب الشعرية التي سبقته، وهناك عدة أدلة على ذلك، ولكن ناخذ واحدة هو هجائك للكبير الراحل سمير صبيح، فما هو تعليقك على هذا الموضوع وشكرا. بس بعد ما عدنا أشياء خطرة وياك. تحياتي لصاحب البصمة. لكن أبو حيدر إحنا نخلي نقطة أساس بهذا الموضوع. طبعا الرحمة والخلود للشاعر الكبير سمير صبيح، ألف رحمة ونور. إحنا ما نقدر نتجاوز هذا الصرح الكبير، ولا نقدر نتخطاه يعني. لكن هذا الموضوع هو صار على موقف معين كان بوقتها، من كان الأستاذ سمير موجود. فكان موقف بوقتها صار، وصارت قصيدة بوجوده يعني. اما اليوم لا، اليوم احنا ما نقدر. هذا 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 الشخص هذا ترك بصمة حقيقية، شاعر كبير، احنا لا يزال نتأثر بكتاباته. فمن الممكن يعني من المستحيل انه تصريحاتنا على هذا الشخص وهذا الانسان الشاعر اللي نتعلم من عده. فمن المستحيل. تحياتي. شنو المستحيل؟ مستحيل انت كاتب قصيده هجاء بوجوده. يعني بوجوده بوجوده يعني كانت يعني بوجوده بوجوده يعني بوجوده مثلا كان شنو يستحق انه تهجي؟ كان اكو موقف يعني صار هو بجيته يعني على الناصريه. طبعا للعلم هو كان من المفترض انه يكون جلسته ببيت يعني. هيك كانت مهيئه للموضوع. اي فصار موقف بهذا الاثناء ونقلت يعني كتب القصيدة. فانكتبت القصيدة، فأنا مدين بالاعتذار لهذا الصرح الكبير. أكيد ندمان عليها. شيء أكيد. صادق سمير. حبيبي من خلالك يعني أنا أحب أنه نوصل رسالة شعرانة الشباب بصورة عامة. أتمنى ما يستعجلون. لا أتمنى هو ما يستعجل في يوم من الأيام. يعني كثير من الشعراء مثلا اللي نقد عريان، واللي نقد كاظم إسماعيل قاطع، واللي نقد سمير صبيح، هذا اشوفه لا هو ممكن هذا في يوم من الايام نندم على التصرف فعلا هذا. لا شيء اكيد نندم. مو والدليل اليوم الماثل امامك يعني. مو يعني احنا ما نعرف يعني. هذه حياته ماشيه باشر عقبه كل احنا رايحين. فمن تتذكر لك موقف بقصيده مع فلان شاعر وتشوفه فارقك وراح يعني صعبه. لا شيء يعني تتالم بداخل حقيقه. وهي رسالة مو حلوة، هي الهجاء دائما نحاول لا هو مو نبتعد عنه بكتابتنا. شي أكيد. يلا يا حبيبي خلينا اسمع ابداعك. عوفني ايه وكمل طريقك هي هيج. عوفني وكمل طريقك هي هيج. السكة ذا ما تنسحق يعمى الدرب. ها تريد توصل غايتك مثل وفوت. اي واذا مو صعبة ذا تكسر قلب. الله. يطب طوب اللي ما عرف يختار زين. شنه قابل جابرة لقلبك يطب. سنين عمره وعاجبه يوزع سبيل. وما يهم على السنين التنشطب. تقول واحد عنده موكب للثواب يوزع الوادم بلاش وينطلب. الله. الله. سنين عمره وعاجبه يوزع سبيل. وما يهم على السنين التنشطب. تقول واحد عنده موكب للثواب يوزع الوادم بلاش وينطلب. هي فطرة وانا اقول لا غشيم. الفطرة وين تفيد بالحب والحرب. الما محضر لا متبدر بالغرام. وش ما حذر بالخطوة لازم ينغلب. الدنيا ركضة وناسك تحب الخفيف. تثقل شوية الورا ظهرك يطب. تبسط بسلعة نظيفة تموت جوع. تبيع المعفنات كلش ترهب. الله 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 عليك. تبسط بسلعة نظيفة تموت جوع. تموت جوع. تبيع المعفنات كلش ترغب. تستحي وتخجل يقولون الغشيم. وكل مثل تافه بحالك ينضرب. ووين ما تمشي الخلق تضحك عليك. اي تصير شنك ميز جاهز للنصب. اها والله وجهك باشي لا شاليش عود مغورق عيونك ونسخدك رطب.
إش حصلت من عرق وجهه مستحاي؟ إش فادني بلقمة الخير تنطلب؟ وداعتك ما بالغت، واضرب مثال من الأقراب عليك موش من الغروب. القهوة ذا بالمشترب هيف اكتفيت، وبالمضيف إش ما يصب قلنا له صب. الله 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 عليك، وانت هسه بكيفك تظل يمي موت، تريد راحة بالك تدوس القلب. قلت له ياه انت، وضحك. قلت لك غشيم انا ياه، انا لمعلمك تنصلب الضمير الحي الخايف ربه بيك، الما مخلي بليس منك يقترب. الله والله يا حضرة ضميري اش ما تقول صدق، بس انا بن وادم تنشرب، لا عرفنا نبوق لا ناكل حرام لا نخون الصاحب الويان طوب، وهي عبرة وقت ويضيع الرخيص، واحنا اللي نعيش بعناوين الكتب. الله سلامتك. الله, الله عليك. الله عليك. الله عليك. مبدع صادق. الله يسلمك. هذه جديدة ها؟ اي من الجدد. بالتوفيق. الله يسلمك. تغير اسلوب صادق نوعا ما. اي طبعا. بين صادق القديم صادق الجهلاوي بين صادق، ماشيت الحداثة؟ ماشيت الحداثة. هو شوف انت لازم تواكب شوف الساحة وين وصلت. اليوم انا اشوف ابو حيدر وين وصل بكتابته، يعني دائما انه تخلي عندك طموح ان توصل لل طيب مواقع. يقول لك مثلا انت مو نخبوي مثلا، ما لها علاقة يا ابو، هيش نوعية من القصائد. يقول لك والله انت ما تكتب للنخبة، انت تكتب للشارع. بعض الشعراء انه فعلا اكو هيجي تصريحات واكو هيجي اراده، لكن هذا لانه ما يوصل مثلا صادق يصرح هيج تصريح، ما لانه ما يوصل اسمه يصرح هذا التصريح مثلا. اليوم اذا والله يقول لك انت تكتب للشارع مثلا، والله شوف هي احنا دائما خلينا نخلي عندنا نقطه مهمه، انه هي العين دائما تكره الارجح منها. والله فهذا يعني ما اعرف إيش قد يكرهونك لأنه أنت راجح. والله حتى اللي يكرهون أنا أحبهم. هو يعني أنا ما أتوقع تحبهم زايد. يعني ما أتوقع. مو هي طبعا أنا شوية وكح. أي أنا سامع لك هواي تصريحات. والله يا أبو حيدر هي التصريحات مو مهمة بقد ما هم مهمة الإنسان إنه أو الشاعر إنه يوصل قصيدته. ليش دائما على خلاف صادق أنت شعراء الشطر؟ وشعراء شطرة؟ أيه. لا بالعكس لا. ها؟ لا بالعكس. هاي بالعكس بالإعلام. لا جديات يعني بالعكس. لكن أنا بالنسبة إلي. أيه. لأن هم ما أعرف يعني. لأن أنا أكو فد يوم من الأيام واحد راد رقمه من عندهم قال والله أربع شعراء خابرتهم يقولوا له ما عندنا رقم. ليش؟ من ربعك الخاصينك فما أعرف يعني. راد يديك مهرجان؟ إيه رادني مهرجان. وكان هو يعني يصير سبحان الله اتصال مهم يعني اتصال مهم كان من شخص مهم فقالوا له ما عندنا الرقم، واحد منهم ممتاز اللي هي غلط. والله العظيم يا اخي الشمس ما تنحجب. مو هي المشكله مهما يحاولون البعض انه يخفون فلان او فلان، ولكن المبدع ما تقدر تخفيه. هو الابداع ينتشر يعني. قلت لك والله انا هذه بالنسبه لهاي القصيده يعني من كتابتها ست اشهر ما مطلعها يعني ما اقراها. ليش؟ لان مو لوني يعني، انا مو لوني هذا، فشلون اقرا هذا اللون؟ ولكن توفقت فيها. هي قصيده كانت يعني خاصه الي، بس سبحان الله يعني كانت الها. صادق يقولون انه صادق بقى معتكز على نفس الموضوع تقريبا، مال فراق الحبيبه وكذا، دائما اغلب ابياتك على نفس ال بالعكس يا ابو حيدر. لكن الوادم يعني يطلع لهم اللي جاي ينتشر. اللي جاي ينتشر شنو؟ انت شيء اكيد يعني مر بيك، الوادم من يحب قصيده او الجمهور من يحب قصيده، في كل مهرجان في كل لقاء في كل هذا، هاي القصيده لازم تنطلب. هو تنطلب اما هي اما على موضوعها، فنحب هذا الموضوع نحب، هاي مو مشكلتي يعني. مو ليش أنا ما طلع الجمهور؟ مو انت حببت الجمهور بهذا الموضوع، ليش ما تحبب الجمهور بغير موضوع؟ مواضيع هواي موجوده. خلي يظلون يطلبون من صادق ونازله، لكن هم حبوا صادق في هيك موضوع يعني، هاي مو مشكلتي انا، قصائد موجوده. هاي اللي يقولون عليها رب ضاره نافعه. اي ها يمكن انت انضريت كل
هواي بالعلاقه، ولكن خدمك. لا خدمني الموضوع كلش، خدمني وانطاني يعني حتى مساحه انه اكتب، يعني بقد ما كان اكو كسل عندي بالكتابه. طيب يلا خليني اسمع منك ابو ذياد قصيده براحتك حتى ناخذ فاصل. ابو ذياد قصيده، كيفك انت ايش تختار؟ على راحتك. على راحتك. تعذرني ولو تشذبت مو بطران، قلت لك راح انام وما كنت نعسان، والا اشتضن عيني يمر عليها النوم وانت بحضن غيري من اللعب خدران، مو برضاك مجبر غصب ما معذور، شنو ذنب وشيل حوبة البردان، اليمك شعل نارة ودفى ونام الليل والمثل شبع من ناركم دخان، الله بس كان الألم ما عرف من يا صوب الآخ تموت سكتة بشفة الخرسان، الله الله مو بيك الذنب، لكن الذنب ما بيك، أنا تشلبت تشلوبة العميان، أنا صدق الذاك السراب يصير نهر ويفيض مايا ويرتوي العطشان، أنا العاندت وقتي وقسمت عليك وانت الوردت وانا الكبر ذبلان، ملاك الذنايب يحسد الفلاح اللي بصدر النهر مد وجزر شبحان، وانا لا حصلت مطرب هذاك اشتاك ولا شديت حيلي بموسم النسيان، الله عليك، ملاك الذنايب يحسد الفلاح اللي بصدر النهر مد وجزر شبعان، وانا لا حصلت مطرب هذاك اشتاك ولا شديت حيلي بموسم النسيان، قلت عبرة وقت ويخضر المنثور غشيم وصدقت بوشالت النهران، هي البورحت ويمر عليها القيض ما تنبت خضار بجية الطوفان، المهم عوف الحكية الحكي خشم القلوب، بس وداعتك مو من قلب ولسان. الله الله عليك، الله عليك، الله عليك، موفق يا حبيبي. الله يسلمك ابو حيدر، موفق. الله يسلمك. خلينا ناخذ فاصل. اريد يلا حتى تشرب مويه براحتك حبيت. خلونا ناخذ فاصل. رجعنا لكم احبتي من جديد وفقره مبدع قادم. اليوم مبدعنا من البصره الحبيبه، تحديدا من قضاء الزبير، شاعر مبدع وجميل جدا، حصل على المركز الاول في مسابقه شعراء شباب البصره، اكيد بدور برنامج توارد يسلط الضوء على هكذا مبدعين من شعرائنا الشباب اللي نتمنى لهم التوفيق يا رب. عماد كريم كل الهلا. بعد قلبه نورت. الله يسلمك ويحفظك. حياك الله وتحياتنا. حبيب قلبي عماد الله يعزك. فرصة اليوم حلوه وشكرا. والله احنا اللي اسعد بوجودك. اتشرف بك وبصادق اكيد قلبك. اختاريت لك اسم مهم يستاهل عماد، يستاهل تكون الحلقه من شعراء شباب كبير كبير بجافر. عماد يستاهل هذا الوجود. عماد مبدع ومتامل بصراحه، متامل ان شاء الله يعني ان شاء الله هو قدم مسؤولية ان شاء الله المستقبل القريب. عمده حبيبي سولف لي على المسابقه اللي حصلت بها على المركز الاول. طبعا هي المسابقه برعايه مؤسسه وهج وسومر، دعم ذاتي. قدموا عليها تقريبا اكثر من 150 شاعر ما شاء الله. اختاروا النصوص، اختاروا تقريبا 41 نص. 150 بس من البصرة؟ اي بس هي يعني حصرا للبصرة. و 150 شعر. 150 ما شاء الله. فبعدين اختاروا 41 نص. سووهم حلقات، ثلاث حلقات، كل حلقة خمس شعراء، إلى أن وصلنا للنهاية. والتوفيق من الله، وهي المسابقة ما بيها خسارة طبعا، لأن بيها شباب يبشرون بالمستقبل بالبصرة. يا الله. وكل النصوص فائزة، وهي مجرد ترتيب كانت، والحمد لله. لا هي مو ترتيب، لا استحقاق، لأنه كل إنسان يأخذ استحقاقه. أي فاحنا. واليوم أنا من أكثر بمسابقة مو معناها انتهت. حلو اليوم تشوف نكران ذات عند الشباب. أي راقي جدا راقي. يلا عمدة. يلا يا حبيبي. على قد الخلق. كل التريده يصير وردتك لكم خلق الرفض هالمره،
رغبة ومن نجت راحت بلا الله وياك لطيف قلتها وشن طحت طيحت ورق شجر ويعين الله اللي يطيح وهو ما مصيوب ضقتها ويا ثقلها حشاية المر مو بس تشوفوف تشلمة هم تلويك أي والله تصح كلمة تعادل بالألف سطر يا ما بالعظم قلت لك الكسرة تهون بس كسرة الخاطر دوم ما تبر لطيف أنا ذاك الإجاق وطول وازى الغيم ومثل ما بالهلال برجعت الكسر رجعت وفشلتي فشلة ينطر كان ويجي المقصود بس يفوت ويعظم الله ما عايشها بس أتمنى بيها الطيح حتى تعرف شنه اللي ينشوب صدر وساعتها تعرف ليش الهضم كتار وشنه تعيش ساكت والحتش كثر يا رافض نبكت رافض شقد وجوب وعفت ذاك الدلال الخاطر العشرة اتبعت قلبه ورحت لو بالعقل ما جيت شنه البيك يسوى وحتى ما خسر على نفس الحمل ما يرجع الجناز عكس فوق الفتك من ترجع لبره ومدام تأخرت جيتك بعد شتفيت الفزع المو وقتها صوابك تكبره وخل نفرض عذرتك يمي ما خليك سبق شيب وعرفك عشرتك فترة خليتك قبل ومدام تأخرت جيتك بعد شتفيت الفزع المو وقتها صوابك تكبره وخل نفرض عذرتك يمي ما خليك سبق شيب وعرفك عشرتك فترة خليتك قبل رخصتك توازيت كل شي يفوت وقته يطيح من سعره ومدام الدنيا سوق وبايع ومبيوع محضر بيحتك كم سلعة الفقرة مقابح والوقت مو ماله عاتب دوم وبعد لو عيد جيتك اترك الفطرة وعلى قد الخلق وبعد لو عيد جيتك اترك الفطرة وعلى قد الخلق كل اللي تريده يصير ردتك ليش الخلق الرفض هالمرة مبدع الله مبدع واحنا نريدك بكل مرة مبدع والله الله مبدع شو رايك لا عماد شاعر انا طبعا اسمه واصلني وشايفه قبل كم يوم انا كنت يوم عماد شاعر من الشعراء يعني فعلا يستحق تحمله مسؤوليه على طارق كنت يوم بدايتك كانت من الزبير من الزبير انطلاقتي حلو هي البصره كلها حلوه لكن انا بالذات هاي المدينه بالذات يعني هاي مدينه الزبير لها خصوصيه عندك الزبير ذائقه خطره ذائقه خطره جدا ذائقه ما يفوت هال الابره هاي ما تعبر عليها مدينه مهمه جدا فهنياله اللي تسق له البصره يلا يا مبدع خلينا نسمع منك دورت كل عذر ما يرهم عليك بررت كل سالفه وما تنعقل دورت كل عذر ما يرهم عليك بررت كل سالفه وما تنعقل نايم وقلب حرس يفتر وراك مثل ما يفتر المغزل على الغزل عايش وميت احساسك شو اللي بيك موت كلك بل كنت تحس بالعدل دورت لك وين المرطبات حيل ودورت للمرمرة الريق النحل دورت لك وين المرطبات حيل ودورت للمرمرة الريق النحل بدلتني بياحي شف من خيروك البرح ما بيشي خاطر ينبسل الحجل والتاج صح يتشابهون الفرق بينات الراس ورجل الله الله عليك الحجل والتاج صح يتشابهون الفرق بينات الراس ورجل وانت ما تدري الفرق كلش كبير شفت بي لمع اكثر وردت الحجل الله تيه دربك شمالك يا غشيم ترى الضحكة الزايدة تخرب الكحل الما محسب للشتا يكتل الصليل وانت عايف لك بنادم مشتعل وجل يقدر يمسح صورك هذيج وعالج الما عالجتهن من قبل وخاف حسبالك وراك يمر نظيم انا من زغرفة لا احب بالسهل حتى من كنا قبل ما عدنا بيت نبني خيمة وهي عمدان وحبل
وكنت اسد الخيمه وافتح قلبه بابا وما يطب للما عرف يقعد عدل. الله سلام الله عليك مبدع الله عليك مبدع صادق الله يسلمك يا عماد حبيب حيدر يلا يا مبدع اسمعنا اقول من بعد كل شيء اللي بيلق قدمته وما ظل درب وياك ما جربت لطيف بطلت اشكي لك واضمهم بالروح هالمره ناوي وياك درب السكته لطيف سوي تريده براحتك وبيوم وذاك انا بالامس من شفته واحد جديد بلا عتب وبلا ليش لا يسالوا لا يريد يعرف قصته من توصل الحد الشبع بالخذلان ونفس الاعذار يحطها يم سالفته ساعتها كل شي بداخلك يبقى يموت الله وولهن احساسك ضحيه لعيلته لطيف وتفكيرك اللي ياكل براسك كل يوم كل يوم يخلص قبال مرايتك بالسكت الله الله ويرجع هدوءك واهتمامك بالروح وبداخلك يبدي السلام الرد لطيف وهذا انقلاب وياك والجاي يصير كله بسبب حكمك اللي ما غيرته وهذا انقلاب وياك والجاي يصير كله بسبب حكمك اللي ما غيرته وحكيك اكذبش ما كنت الصادق بيه لطيف بس حكى عيونك دوم ما كذبته غاريك واعرف داخلك شنو يقول بس ردت اسهل روحتك صدقته ظلت وياك فياي يم العاقول من عدنا ما حد مستفيد بظلتك الله ظلت وياك فياي يم العاقول من عدنا ما حد مستفيد بظلتك وهذا انت كل شي بيك اصبح مكشوف مكشوف حتى الضامه وما قلت لطيف والفرقه تبدي منيا ما صح ملشوم الله من تلقى وجهك للهلا مو وقتك من تتعب ويتجازى ذاك المرتاح وانت على تعبك عافيه ما كلفته الله من تتعب ويتجازى ذاك المرتاح وانت على تعبك عافيه ما كلفته حال القضاها بقاعه يزرع متعوب وابن الشفوف الترفه يترسلته وتنعاف بس يلا الوفا هم محظور وكل من يظل وياك قد مصلحته وكل من ونقص البشر ما يكمل دور الله والما وفى لك جوز نقصه بقصدك الله 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 مبدع والله مبدع شكرا لك يا حبيبي نورت وشرفت على الدعوة مرة ثانية واني اتشرف وان شاء الله انه اشوفك نجم لامع بسماع الشارع شكرا لك يا حبيبي وتحياتي الكل هنا بالزواج الله يسلمك ويحفظك صادق ودعنا عماد شاعر مبدع عماد شاعر يخبر أي جميل من الشباب الحلوين كلش يعني انا سامعه قبل عماد انا اخذته بحلقه عندي هناك بالاذاعه بالبصره سمعته بالراديو اعتقد عجبت بيه جدا لا حلو كلش حلو اي يلا صادق خلني نروح المعلومات عامه نشوف معلوماتك يلا يلا عندك من رقم واحد الى عشره ثلاثه من هو أول من وضع صورته على العملة النقدية؟ ما أعرف. ها؟ من هو؟ أي. ما عندي معلومة. ما أعرف. الإسكندر المقدوني. طيب. اختار لك رقم. خمسة. خمسة. من القائل أطلق لها السيف لا خوف ولا وجل أطلق لها السيف وليشهد لها زحل أطلق لها السيف؟ أي هاي مشهورة ما على بالي بس ما يحضرني بالضبط أطلق لها السيف كل أطلق لها السيف ما عاد معي عبد الرزاق عبد الواحد عبد الرزاق الله يرحمه يلا تسعة ما هو جمع كلمة غراب جمع كلمة غراب غربان ها غربان اي اكو غربان اي موجود هي ثلاثة بيها اي بس غربان موجود يعني أغارب
ها؟ غربان و يلا حسن 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 انطي صح هذا انطي صح خلاص هو بس هذا بس بس هاي الفلحت فيها كيف فلاح يلا تحياتي لك حبيبي حبيب قلبي جاءك السيد فاقد الله سيد فاقد ليش صادق ليش انا اشوف والله والله يعني وهاي من خلاله يعرف هو بعدين يعني انا عزيز عندي كلش سيد فاقد طبعا انت شكو عزيز تهجي لا والله بالذات سيد فاقد يعني عزيز كلش عندي حاليا يعني وبعدين يعني انسان فعلا احس بنفسي ظلمته لكن انا ما انتقدت سيد فاقد الله شاهد والله ولا كان يعني ولا بنفس الوقت سنت اعرف انه هو هذا سيد فاقد انا شفت مقطع انتشر بوقتها بين الحرمين نعم وشفت اكو شلون هو موكب او تقدر تقول يعني الحاشيه مال الموكب نعم فانتقدت هاي الحاله ما انتقدت سيد فاقد شنو كانت الحاله يعني كان اكو لان ما تعرف وجوههم كلها ملتخطين و ومكتوب كلاب كذا يعني كلاب رقية فانتقدت حالة ما انتقدت الـ 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 السيد يعني بعدين أنا عرفت أنه هو الـ يعني اتهم بها السيد يعني بالموضوع لأن كان موجود السيد بهذا الموكب فاتخذت على غير ما أخذ يعني أنت اعتذرت من السيد لو من الموقف كله لا الموقف ما اعتذرت لا مصر على موقفي لا موقفي مصر علي لكن السيد كشخصيا اعتذرت من عدة أما الموقف ليش لا يعني تعتذر من السيد وما تعتذر من البقية لا الموقف هو غلط يعني أساس شيء غلط ما ممكن يكون طيب صح. ليش تعتذر من السيد إذا الموقف السيد صار صلح بيناتنا يعني دخلوا بها هواي الشعراء يعني كان بوقتها مهرجان وصار صلح بيناتنا بعدين هو حتى السيد اتجه على غير مسار نعم يلا تحياتي لك كل تحياتي السيد ابو هاشم انا احبه هواي ترى تعاملت وياه لا ما تعاملت وياه ايش عجب ما تعاملت وياه يعني ما وصل ما بالك تكتب له يعني لو لا ما بالعكس طلب لو ما طلب لا ما طلب مني اكتب له نعم ما طلب اي لا ما اذا يطلب تكتب له شيء اكيد الكل مو بس للسيد يعني اي خادم حسين يطلب مني قصيده انا اكتب ما تاخذ فلوس؟ لا مستحيل. وبالمهرجان؟ المهرجان لا، المهرجان اي مهرجان منه؟ المهرجان الحسيني. والله شوف المهرجانات الحسينيه اكو مهرجانات احنا ندعي عليها هي بها اجور اساسيا يعني هم مخصصينها، اما احنا اريد كذا لا مستحيل. ولا بيوم نطقتها اصلا. زين ما نطقتها ومن طلعت من المهرجان انت ببالك بيه فلوس وما لقيت بيه فلوس. العوض بالله والاجر على ابو عبد الله وراجع لهيلتي وانا ما سويت شيء. بس ترجع ضايج ها؟ مو انا يعني انا عندي انا هسه عندي مجلس او عندي مجلس يعني 10 ايام بالبيت. بمهرجان ضخم يعني على مدار العشر ايام. نعم. وتجيني الناس وتقرا عندي بلاش وتروح لاهلها. فشلون انا يعني اقبلها على الناس وما اقبلها على نفسي؟ هاي يعني انت ما تنطي فلوس لا ما انطي شيء اكيد نعم طيب ليش مثلا تعب هذا الشاعر مثلا او الرادود او كذا وجايبه من مكان لا ويدفع كروه مو بس لك صادق لا كل الناس اللي لا احنا بيناتنا يعني قائمين على هذا شوف احنا يعني اليوم كشعراء نعتبر عائله واحده نعم عائله واحده انا اليوم ابو حيدر عده مهرجان خويا هذا المهرجان يخصني تقدر تجيني بيه لو ما تقدر تجيني بيه صار وألف صار ما أقدر وهو يعتذر صح يعني شيء طبيعي بالإضافة إلى أنه عندهم يصادف مهرجان يعني أنا أختار كل شاعر عدة مهرجان يكون بهاي بمدينتي بالمدينة حتى يكون قريب علي ويوفر يعني تستفاد من جيته الله يوفقك إن شاء الله الله يوفقك يلا يا حبيبي الله يعزك خلينا قصيدة يلعلمتني شلونك علمنا عوفك وابتسم دليني كلش تيهت بيا بعد واهسك مو ذنبك بروح الذنب اخضر قبل لا تلزم غمرايك يا ما حسبت لو رطب يموت الله ابيض وما عرفت شذب ما غاش واحد بالحلم شقد ناس عقبك عاشرت بس ما شفت ذره معلقنا خيط بطاسح
أغرق ورد من حب نشر كبرا وقوما خيطت باسمك شكو بيفتك ما يستحي عطر الشجر يذكرني بيك وينهزم مستانس وما حشمت حد ما وصل قلب الحرق نايم ومرطيفك علي قال آل باكر تقضي قلت له اعتقد ما خلصا قال ادري صحته وهن بدل لكن ايام وتمضي قلت له على كيفك وانتظر جاوبني بس قلب انعصر قلت له غلاتك والصور ذن السنين الخلصا شن هن الفتره اللي بالصلاه ما بين فرض وفرض الله تذكر ولو ينت النسم من قلت لك ايش قد تحب قلت لي بكثر ما على الشجر تلتم طيور المغرب قلت لي بكثر ما هالوقت ناسع لناس تشذب قلت لك الطايح بالعشق لو غرق بيش يتشل قلت لي اليطب وهذا العشق لازم يطب متوضي من كون تفهمها كثر شاليش رايح بالله شاليش عايف لك قلب صايم عليك وصلى هو أنا من كنت تندعي ما كنت أفكر بالرزق بإنسان من بابا الله من كون تفهمها كثر شاليش رايح بالله شاليش عايف لك قلب صايم عليك وصل هو أنا من كنت تندعي ما كنت أفكر بالرزق بإنسان من بابا بس هي هاي المشكلة زرعك بعينك لو حلة بتشوف غيرك يلقي سلام الله, الله عليك الله عليك الله يا مبدع الله عليك في دول قلبك صادق خلي ننتقل إلى توارد نعم خلي أسمعك فد بيتين وأشوف أنت الأقدم أم الشاعر اللي مذكور عندنا الشاعر عمار محمد تحياتنا إله تحياتنا إله أكو أغنية السيف نبيل شو يقول بيها أبو المقتول والكتال أبو المقتول والكاتل تراضى وأنت شو زعلتك حيل طالت طيب أنت شو تقول أبو المقتول والكاتل تراضى بعيد الله وزعلتك ذيك هي ها نفسها نهاي شوف هي هاي طبعا الأغنية استوها هذا البيت قديم مالتي وحاشيتها علي طبعا للعلم حاشي اي ونزل اعتذار بوقتها لكن أنا شو اللي بالاعتذار أنت اليوم من جاي تنسخني يعني أنت جاي تنسخ مني بيت كامل وتحطه بمصدر أغنية وتصدر أغنية أنا نصوص ما تعاملت عليها فأنا مو شكاليتي على البيت بس أما البيت يتحول أغنية لا غلط يعني أنا شو اللي باعتذارك طيب أنت عندك هواي قصائد جاي تغنى بال كلش هواي بالأماكن الليلية تحديدا وهي هي نان مصيبة جاي تداعيهم يعني لا والله لا والله أبد كل حقوق ما أداعيهم ونعرض عليه أكثر من نص يعني أخذ عليه أو كتبة أو أخذ عليه أجر لكن ما طيب ما تعاملت به طيب عاجبك الموضوع أنه قصيدتك تغنت يعني باريهم الذمة مثلا لا ما مستحيل أبريهم الذمة لا مستحيل خو ليش إذا أبريهم الذمة خو أكتب لهم وأستفاد أنا ليش ما جاي أستفاد بالفعل خو أكتب لهم ناس وأنطيهم وياي يغنون وأنا ما أخذ راحته والله ما أعرف اللي جاي يصير يلا خلينا نشوف الثاني والله حتى ما كملت البيت أنا حكيم الفريجي يقول يا أبو فاضل إلي وياك حاية وصادق طلال يقول يا أبو فاضل إلي وياك حاية هسه شين الحاية إليك إليك لا هذا البيت طبعا هو يقول بيت نصا هم يعني مو بس ثالث والربط يعني هذا البيت إذا تراجعت تلقاه نصا لا حكيم حافظا اثنينهن حكيم الفريجي لا أنت حافظ يعني يقول له أعتقد حافظ يعني الإلك إيه الليل اللي يمر بشفاك حاية لطم هذا البيت حكيم الفريجي طبعا لطم وتقلق هيك وانقلب كلمة لدوغ حاية يا ابو فاضل اللي وياك حاية كونت شهرة بأم الخانبية حكيم الفريجة هذا البيت بيتي لا اللي هو سابقة يعني البيت يقول اتقلب كلمة ذم لدوغ حاية وراها وطول هذا الليل حاية يا ابو فاضل طلبتك فرد حاية ترد للخذة تروح وقصت بي هذا البيت بال 2015 نفس البيت نصا تحياتنا اكيد تحياتنا للشعب يعني حكيم الفريجي إيش أكيد أقدم أنت أقدم إيه لا أقدم تحياتي إلك والحكيم
الله يسلمك. اي حبيبي. مخرجنا عندي وقت اخذ قصيده. انا اريد ابو ذيات. ابو ذيات بالخدمه. يقول وغلات وغلات احلى العجايز شيب واحلام هويتك ما يهمني بشر واحلام. وغلات احلى العجايز شيب واحلام هويتك ما يهمني بشر واحلام اسد جفني كذب بالليل واحلم كذب بلكن خمد وتمر علي. انا سبب ظلمك وانا يا راك يا ولفو كنت تزلف وانا يا راك علي شعت بولونك وانا جارك الثامن والله ما وصاك بي. انا لا داخ عقله يوم لا حار ولا غير مزاجه برد اعرف البسمه بنيفار لو حر وجي يمك وتيه والدي. الله 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 عليك. انا لا داخ عقله يوم لا حار ولا غير مزاجه برد اعرف البسمه بنيفار لو حر وجي يمك وتيه والدي وبخت كل من عباده خلص الليل بعظم فراق وجهك خلص الليل التقينا وصوتي قلت لك خل اصلي الفير لو حاضنك ما خنت بي. الله. يلوج وموش لي لو يلا كم سنه ولا جزع منكم لا يلا. الله الله الله. يلوج وموش لي لو يلا كم سنه ولا جزع منكم يا ذاك الصوف فدوى لو يليكم قلب نص عافيه تردون لي. إيش عندك من دمع بالعين شفيه إلي وشرك من الناس أخاف تسلم وما شيل شفي ترى من البارحة ينقطون لي. الله 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 عليك. عيد صادق. إيش عندك من دمع بالعين شفيه إلي وشرك من الناس أخاف تسلم وما شيل شفي ترى من البارحة ينقطون لي وحق المذبح اخوتها حيرها طحت والمارها بوقت حيرها الكعبه هواي يشبهنا حيرها لذا قاموا لي حجي يشتبه بي. الله 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 مبدع الله يسلمك مبدع وجميل راقي الله يسلمك الف تحية لك فدوى لقلبك حبتي. بعد هذا الابداع خلونا ناخذ فاصل رجعنا لكم احبتي واخر فقره مع المبدع صادق الجهلاوي. نورت يا حبيبي والله اليوم انا مستمتع بيك. والله احنا الاسعد بهاي الشوفه. الله يحفظك. القله الجميله. الله يحفظك يا حبيبي. عندك تعليق تقول اكو شعراء بالناصريه صعد نجمهم ومن خربطوا انتهوا شعريا، شلون تخربطوا؟ شوف هو اليوم اكو اسس ابو حيدر لهذا الطريق. هذا الطريق مو بس شعرا، انه الدق اساسه مو بس شعرا. هواي الراد شو يحتاج؟ يحتاج للادب، يحتاج للاخلاق، يحتاج للتهذيب، تهذب نفسك شخصيتك. يعني مع احتراماتي لاكو بعض الامور، لا هو مجرد ما انه شاف نفسه اليوم وصل نجوميته وصلت النجومية هي أسبوع ونص حتى مو أسبوعين طبعا مرات تكون أسبوع ونص إي مرات ما يعني تكون أسبوعين عشرة أيام وشهر ساعة إي ماكو يعني فيعني تشوف بجوابه للواديم بسلامة يعني ما أعرف يعني تصريحات أكبر من عمره مرات يكون عنده دار مو نص على قولة علاء الياسين يكون عنده طموح نجم فهواي امور يعني مو شرط اكو ناصري عندكم هيك اسماء والله اكو عندنا شواذ من هذا الموضوع يعني صاروا نجوم بعدين اختفوا اكو نجوم صاروا صحيح واختفوا لكن مو لهالسبب اكو يعني اكو اسباب غير هذا السبب اللي اكو من انسحب بارادته يعني تحياتي
لابو علي حسين الحبتري الله نجم ومهذب وخلوق جدا. هذا الشاعر وقف له اجلال احترامي والله. فهنا تكون انسحاب بارادته بكرامته بادبه. ان شاء الله انا متامل به انه ان شاء الله يعني انطاني وعد يشرفني والله برنامج. نتمنى يعني نتمنى لان حرامات مثل هيك اسم تحتاجه لتمثيل مدينه بصوره صحيحه. مو بس للناصريه لا احنا لا شيء اكيد يعني بصوره عامه العراق محتاج لحسين. حسين مبدع. حسين مبدع. حسين وامثال حسين كلهم بي قلت لك يعني انا صراحه هذا شخص افتقده يعني بالفعل. فقلت لك مو شرط انه يكون مرات نجم يختفي لاسباب معينه فهو انسحب بارادته يعني الرجل. يلا ابو علي خليني اختم وياك بقصيده. قصيده للدكتور جمال الف تحيه. قصيده يعني حتى ما راح اطيل عليك بها. يقول براحتك انه مرات يصير يجي براحتك عندك شيء للام للاب. والله يقول عوفني يقول والدي من الطاك عمره الطان راي وقال مو زلمة اللي يضحي بصاحبه. ايوه والدي من الطاك عمره الطان راي وقال مو زلمة اللي يضحي بصاحبه وانا من ذاك الوقت ما مطبيك حكايتك دافنها دفنت نهبه شرعت لك قلبه مو باب الصغير شبيك كان نفسك دنت على الحابه كل شبل قسمه ونصيب الا الصديق. اي والله ربك بقصتك غدر ما كاتبه ولو زحمه من نرد اسولف لك عليك المثل مثلك زحمه حتى يعاتبك البوره حد قصته اشترجى يطق ربيع بكثر ما زايحها نازع حاجبه تشوف ذاك الموقد العيب الدلال بي حرقه بكبر نار الشابه وحيل ركست شينتك وطعن قفاي الماي نفسه المرد ينحك شاربه. سلامتك. الله عليك. الله عليك بعد روح مبدع حبيبي فدوى القلب. شكرا لك. شكرا لك. شكرا للكادر. شكرا للاستاذ حسن اللي تعبنا ويانا. الله يسلمك. وحيدر اتمنى نكون خفيفين الظل اليوم عليكم. يا والله سعيد جدا التوفيق والنجاح بهذا البرنامج والله من كل دعوات سروننا يعني. الله يسلمك ويحفظك. الله يسلمك. الف تحيه لك ولمدينه فدوى قلبك الشطره الحبيبه. الله يسلمك حبيبي الغالي. احبتي لا ترحون بعيد خلينا نشوف دكتور جمال شو محضر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ وزن السريع. الوزن السريع هو نفسه بالفصحى نفسيته بالشعر الشعبي المستعمل منه والشاعر ناخذ المستعمل منه اللي هو مستفعلون مستفعلون فاعلون مستفعلون مستفعلون فاعلون مفتاح البحر بحر سريع ما له ساحل مستفعلون مستفعلون فاعلون. نقطة مهمة يجب الإشارة إليها وهي كل ما أكتبه بالشعر الشعبي على السبورة أكتبه بطريقة الشعر الشعبي وليس الفصحى. يعني ممكن شوفنا أنا كاتب الهاء اللي هي التاء المربوطة أكتبها هكذا على مود اللفظ لأن أحيانا هي هاء ولازم أكتبها هاء لازم أكتبها فإذا مثل الفصحى أكتبها تاء ممكن يوقف الوزن عندي. أحيانا أكتب أعلى هكذا هذا كله على مود اللفظ بالشعر الشعبي لازم أكتب مثل ما تلفظ الكلمة. هذه ملاحظة مهمة وسرح نتطرق لها أثناء التقطيع. يعني أثناء التقطيع لابد أن تتحدد في مسألة اللفظ لأن حرف واحد ممكن أن يطلعك عن الوزن أثناء التقطيع إذا أنت كانت يعني كانت عندك مشكلة بإذنك الموسيقية. بحر سريع ما له ساحل مستفعل مستفعل بحر سريع بحر سريع بحر سريع بحر سري
مستفعلون. بحر سري، بحر سري مستفعلون. عن ماله، عن ماله، عن ما ليه هو أيضا مستفعلون. مس تفعلون عن ماله مستفعلون. ساحل سا حي لو سا حي لو متحرك بساكن، ساكن متحرك وساكن. سا حي لو لان هاي ضمه بالاخيره يصير بها اشباع، يصير كانه ما حرفين. سا فا حي لون صار مستفعلون، مستفعلون فاعلون مثل ما موجود عندنا. وهذا مثال من الشعر الشعبي من قصيدة صاحب الضويري، الشعر صاحب الضويري. أعبر مثل، لاحظ ما تحتاج لا حركات ولا سكنات. أعبر مثل مستفعلون، أعبر مثل مستفعلون. ما عبر وع، شوف هذا اللفظ. هسه احنا عندنا هذا الف موجوده بعد الواو، هاي راح تروح باللفظ، وهاي الالف ايضا راح تروح باللفظ، بس لاحظ شلون راح الفظها. عبر مثل ما عبر وع، شوف ما جاي تبين الالف. ما عبر وع للشرف، ما عبر وع مستفعلون. للشرف فاعلون. دنيا وغدا مستفعلون، دنيا وغدا مستفعلون. بيها الشرف ايضا هنا عندك هاي الشين، عندك حرف شمسي مشدد. الالف واللام اللي قبل الحرف الشمسي ما تلفظها، يعني الحرف اللي قبلها يدخل بيها بالحرف الشمسي، يعني ما تقول بها الشرف يوقف الوزن. هاي اخذها قاعده، مع الحرف الشمسي تدمج الحرف اللي قبل الحرف الشمسي وتعبر الالف واللام وتدخل هذا الحرف بالشين. بها الشرف، شوف ما زال يلفظ الالف واللام. بها الشرف مستفعلون. قنطرة، قنطرة، قنطرة فاعلون، قنطرة فاعلون. ما يختلف أكثر الأوزان بالشعر الشعبي هي مقاربة للأوزان بالشعر الفصيح. ما مطلوب منك فقط تقوي أذنك الموسيقية وتلحن وتدندن بينك وبين نفسك، ما ممكن أن تخطأ. إلى هنا وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى. في أمان الله.